اليوم حقدم لكم مكرونة الطيبين بدون لحم أو دجاج ولا تونة، حاجة كده سهلة جدا. هذه الطريقة على طريقتي أنا. في قدر على النار هنحط شوية زيت، هنحط بصل، معانا بصلة كبيرة مقطعينها صغير صغير بهذا الشكل، ونحمس نحمس نحمس نحمس. اول ما بدا يشقر معانا هناخد فصين ثوم مطحونين وهنحطهم عشان كلهم ياخدوا لون واحد، ونحمس نحمس. هنحط ونحنا بنحمس هنحط ايش؟ هنحط واحد قرفه فلفل حراق، وهذا يعطي طعم يجنن. طبعا الفلفل حسب الرغبه معانا. ونحنا قاعدين نحمس نحمس ايش هنحط؟ هنحط نص ملعقة كمون، نص ملعقة كزبرة، نص ملعقة أو خليها ملعقة بهارات مشكلة، طيب. هناخد معانا حوالي 3 ملاعق صلصة، طبعا بعد لما البصل شقر معانا حطينا الصلصة وحمسنا كمان الصلصة، شايفين كيف؟ بعد لما حمسنا الصلصة بهذا الشكل هنحط الطماطم 3 حبات ونسيبها تتسبك. بس قبل ما تتسبك لا تنسوا الملح والفلفل الأسود، نص ملعقة فلفل أسود والملح حسب الرغبة. نقلب تمام. بس هنسيبها تتسبك معنا. لو هتحطوا دجاج او لحم او تونة حطوها وانتم تحمسوا البصل، واول ما الزيت يظهر معنا بهذا الشكل معناتها ان هي تسبكت. هننزل المكرونة سلقناها 3/4 استواء بهذا الشكل، حطوا المكرونة اللي تبغوها. ما في اسهل من كده، اسرع مكرونه واحلى مكرونه. اول ما تجيعوا نص الليل سووها عشان تصيروا دبب زي ما يصير دب الحالي. وبكده خلصنا وصفتنا مكرونه الطيبين، حاجه سهله جدا وبسيطه. وبالعافيه عليكم، ولا تنسوا تقولوا لي الله 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 عليك يا ام عمر. كان معكم ام عمر بعثمان، استنوني في وصفات ثانيه. احبكم مره، باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.